في مثل هذا اليوم الثاني من يناير 2015 انضم مؤمن زكريا لصفوف القلعة الحمراء، ويعد مؤمن أحد أذكى لاعبي الكرة المصرية، فهو قادر على التحرك بشكل مميز داخل منطقة جزاء المنافسين والتسجيل بالقدمين وبالرأس، مع إمكانية شغل أكثر من مركز هجومي في الخطوط الأمامية. اختتم منتخبنا الوطني لكرة اليد تدريباته بالقاهرة قبل السفر غدا للدنمارك استعدادا لخوض مباريات الدور الذهبي التي ستقام خلال الفترة من 3 إلى 8 من يناير الجاري، ويستهل منتخبنا مبارياته يوم الخميس المقبل باللعب مع هولندا، ويخوض مواجهته الثانية يوم السبت 6 يناير مع عمالقة الدنمارك، ويختتم البطولة يوم الأحد باللعب مع النرويج. أدى لاعبو منتخب الجزائر مرانهم الأول في معسكر توغو الإعدادي لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 التي ستنطلق في كوت ديفوار يوم 13 من الشهر الحالي. ووصل المنتخب الجزائري إلى العاصمة التوغولية لومي أمس الاثنين، وخاض تدريباته صباح اليوم الثلاثاء بقيادة المدرب جمال بالماضي. أعلن نادي الوحدات الأردني رسميا عن تعاقده مع المدرب المحلي أمجد أبو طعيمة لقيادة فريقه الكروي للموسم الحالي، خلفا للمدرب العماني رشيد جابر بعد الخروج المبكر من بطولة كأس الاتحاد الأسيوي. أعلن نادي برمنغهام سيتي الإنجليزي رسميا إقالة مدربه واين روني بعد 15 مباراة فقط من توليه القيادة الفنية للفريق منتصف أكتوبر الماضي، وحصد روني 10 نقاط فقط مع برمنغهام من 15 مباراة، حيث خسر 9 مباريات وتعادل في 4 مباريات وفاز في 2 فقط، وتراجع برمنغهام من المركز 6 إلى المركز 20. أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي تجديد عقد لاعبه السنغالي الشاب باب ماترسار بعقد طويل الأمد بعد تألقه هذا الموسم، حيث سيستمر مع الفريق اللندني حتى عام 2030. وأشاد النادي في بيانه باللاعب وعلق قائلا: كان لاعب خط الوسط السنغالي الدولي صاحب 21 عاما بمثابة اكتشاف هذا الموسم، حيث كان أسلوبه في الحركة وقدرته على تغطية الأرض لافتا حقا للأنظار. توج إرنستو فالفيردي مدرب فريق أتلتيك بلباو بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإسباني عن شهر ديسمبر الماضي، بعد أن حقق نتائج ملفتة بتغلبه على رايو فايكانو برباعية، ثم على مستضيفه كايون في الدور الثاني من كأس ملك إسبانيا بثلاثية نظيفة، قبل أن يتعادل مع غرناطة 1-1 ويحقق فوزا كبيرا ولافتا على أتلتيكو مدريد بثنائية، ثم يختتم العام بالتغلب على ضيفه لاس بالماس بهدف دون رد. أعرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني عن سعادته الكبيرة بعد تجديد عقده حتى عام 2026، مؤكدا على أنه لن يتعاقد مع مدافع جديد خلال الميركاتو الشتوي الحالي رغم إصابة كل من إيدير ميليتاو وديفيد ألابا بالرباط الصليبي.